كنس احنا على المباشر السحر سنة نستنوا في يد المتابعين ديالنا نطلعوا ونبداو المباشر. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرسي متابعينا الكرام في هذا المباشر. فالشعر غادي يوقف لكم تطورات جديدة في قضية أخطر جريمة هنا بالمغرب بمدينة مرسي متابعينا الكرام. فالزوجة راضية اللي كانت صفتها رجلها وولدها وولدها ودفناتهم وسط الدار، ظهرت جثة جديدة مقطوع لها الراس حتى هي دفنتها في الدار. تفاصيل صادمة ومرعبة متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. للإشارة متابعينا الكرام فمعنا الصحفي حسن الفيلالي للإشارة، فهو كان أول واحد متابعينا الكرام اللي كان دار نداء للرجلها عزوز اللي كانت جات لعنده راضية وكانت طلبت منه أنه يدير لها متابعينا الكرام أنه يدير لها متابعينا الكرام حالة أو نداء ديال الاختفاء ديال الزوج ديالها، وبقى متبع جميع التطورات حتى الاخر المطاف متابعينا الكرام. الاشاره في حسن الفيلالي يعني عنده ريزو قوي هنايا، واي ملف كيبداه فهو كيبقى متبع معاه حتى للنهايه. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. سي حسن مرحبا بك معنا في قناه شوف تابي قناه الشعب، وشكرا على التلبيه للدعوه، ونتمنوا ان شاء الله ان هذا المباشر يعني يتم فيه كشف مجموعه من الحقائق، خصوصا الحياه ديال راضيه والزوج ديالها عزوز، كيف تعرفوا على بعضيتهم وكيف يعني كانوا عايشين حتى يعني اليوم اللي تم فيه اكتشاف اول حاجه الرفات ديال الزوج، ومن ثم الرفات ديال الابن ديالها، ومن ثم كذلك الرفات الاخر اللي ما عندوش الراس للاشاره، فتم مؤخرا الدفن ديالو. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناه شوف تي في على هذه الاستضافه. كما قلتي الا بغيتي نرجعوا للبدايات، البدايات هي كانت في 1980 حيث تعرفت راضيه على الزوج ديالها عزوز بمنطقه تاونات، وتما تزوجوا وبقاو 10 سنوات بدون اولاد حتى 1990 تما زاد الولد ديالهم الاول الشريف. كانت حياة عادية أسرية كباقي الأسر المغربية، تتراوح بين الخلافات العائلية والود والمحبة. الاشتغال ديالهم كان في الأول هو التهريب المعيشي، وخصوصا تهريب الخمور إلى مرتيل، ثم عمل شوية راس المال المرحوم
وقرر يلجأ إلى حرفة الصباغة. عمل واحد المقاولة محلية ناجحة اللي كانت هي الأولى هنا بمدينة مارتين لكراء لوازم الصباغة، وكذلك عمل الشركة ديالو كان خدام مزيان. فيما استمرت السيدة في الاشتغال بالتهريب المعيشي، هنا بدأت الخلافات لأن عزوز دخل مع شوية ديال الفلوس ولجأ كما قالوا بدا كيمشي شمال، يعني بدات الخيانه الزوجيه. داكشي اللي الزوجه ما بغاتش على هاد الخيانه الزوجيه، خصوصا انه شريك العمر ديالها بدا كيعنفها، بدا كيضربها قدام الاولاد ديالها اللي بداو كيكبروا. وحسب المعطيات اللي عندي فان سبب الجريمه ان عزوز رجع واحد الصباح للدار على الساعه 8 صباحا وقاتلو على السلامه ديالك، هو ضربه واحد الضربة ماشي هي هذيك، المنطقة حساسة في الجسم ديالها بدات كنزف بالدم. الابن ديالها شافو على حسب بعض الروايات وقال له علاش كضرب لي ماما، علاش كضرب لي ماما. جا هو في ديك الحالة الهيجان بغي يضرب حتى بنوش بروح، ووقفوا مع الحيض وخنقوا. هيدا اللي كتقول هي في المحاضر ديال الضابطة القضائية ان خوها كان تما، قاموا ضربوا على راسه بالمطرقة، ضرب عزوز بالمطرقة على راسه من الخلف وطاح. قال لك ما كانش ضربة قاضية، انه بدا كيشخر. جا هو قال له سير جيب الحبل داغي، سير جيب الحبل هذا الى نضا يصفيها لنا، هذا الى نضا يصفيها لنا. ثم قاموا بالخنق ديالو حسب الرواية ديال المحاضر الاولية اللي عند الضابطة القضائية، وقاموا بالحفر ديال واحد الحفرة ودفنوه تما. هذه كتبقى مجرد تصريحات، يعني كاين الانكار في التصريحات هذه. المهم هاد الجريمة كلشي كيعرفها وخلفت واحد الرعب، واحد ردة فعل قوية لدى المتتبعين سواء محليا او على الصعيد الوطني، لان كانت جريمة بشعة. قال لما كان سمعنا في هاد الجرائم بحال هادو. اذا بقات المعطيات ان المشتبه فيها ولا الاخ ديالها عندهم الانكار إن كان سواء أمام الضابطة القضائية ولا أمام النيابة العامة ولا في البحث التمهيدي لدى السيد قاضي التحقيق في محكمة سينا بتطوان. كل شيء كيرمي التهمة الآخر، هي كتقول أنها شاهدة على جريمة القتل اللي قام بها الأخ ديالي والوالد ديالي، فيما الأخ كاين فين نفيا جملة وتفصيلا بأنه لا كان حاضر ولا كان في هذه الجريمة هذه. الشيء كيبقى الشغل ديال السيد قاضي التحقيق اللي باقي كيباشر هذه التحقيقات هذو. الحقائق الجديدة، الحقائق الجديدة اللي توصلت بها من جهات خاصة، هو أن السيد قاضي التحقيق طلب يجبدوا الجثمان ديال الإبنة اللي في 2022 في مارس 22 هناك رواية كتقول أنها انتحرت وتم الدفن ديالها بشهادة الطبيب اللي اشرف عليها، قال بأن الوفاة طبيعية، فيما ان المصالح ديال الجامعة المرسية رفضت تعطي ديك الادلاء ديال الشهادة، حيث الطبيب ولا الممرض المسؤول على دفن الجثث شك في حالة وفاة ديك البنت، لان هما كيعرفوا قال جبر الزروقة، جبر شي كشاكش في دقمة، شي حاجة اللي دخلت له الشك، ما بغاش يعطي التصريح. التصريح يمكن جابوه من جهات اخرى، ما عرفتش انا من جابوا التصريح ديال الدفن ديال السيدة. هنا السيد قاضي التحقيق طلب بنبش قبر الشابة وقطعوا لها خصولات من شعرها ودفعوها للمختبر العلمي اللي غيكشف ديك البحوث ديالهم الخاصة حول أسباب وفاة الشابة، واش ماتت وفاة طبيعية فعلا ولا حتى هي كان ضحية ديال هاد الجريمة هادي ولا ماتت مسمومة. إلى هنا هذه واحد الواقعه اللي الراي العام ما كانش كيعرفها. فعلا جا الطبيب الشرعي ومع المصالح ديال الجامعه باذن من النيابه العامه حفروا القبر ديال الشابه وجبدوا لها واحد الخصله من الشعر ديالها، والنتائج ديال التحقيقات باقي ما كاينش لحد الساعه، ولا يمكن عند السريه التحقيقات عند السيد قاضي التحقيق. المعطى الجديد اللي كان هذه واحد اليومين يوم الاربعاء انه بتعليمات نيابيه تم دفن جثث الضحايا. شحال ديال الجثث كانوا؟ كانوا ثلاثه ديال السيكان ديال الساشيات، الجثه الاولى، الجثه الثانيه وعظام اخرى.
تحت مع الجثة الأولى بالرأس، الجثة الثانية بالرأس، هي يعني هيكل عظمي متكامل وعظام أخرى. هنا كنحطوا علامة استغراب وتعجب واستفهام، ما لمن تعود تلك العظام الأخرى بدون رأس؟ عظام أخرى. كاين بعض الناس اللي كيقولوا مثلا يمكن تكون أنها هي كانت كتمارس الشعوذة والسحر، يمكن ديك العظام كانت شي حيوانات، يمكن، لكن الحيوانات لا تدفن في مقابر المسلمين ياك السي باش. طبعا ما كانش نجيبو حنا عظام الحيوان وندفنوها في مقابر المسلمين، اذا ديك العظام هذه كتبقى واحد بشرية، واحد علامة استعجاب كبرى لمن تعود تلك العظام، خصوصا ان تلك العظام قال لك هي اللي توجد في اعمق مكان في ديك السرده، هي كانت في القاع، يعني يمكن قبل عزوز، ان هذيك قال لك جبروها في اعمق مكان في ديك الغرفه، يعني جبروا ديك العظام الاخرى وعزوز وشريف، يعني هذه العظام لمن تعود. هنا كيبقى التساؤل وكيبقى الشغل ديال المحققين باش يعرفوا تم الكشف ديالها، لانه في واحد الغلط كبير بالضبط. الجريمه كانت عبر التبليغ ديال الاخ ديال راضية اللي مشى للشرطه ديال قنيطره وبلغ على الجريمه، قال لهم الاخ ديالي قتلت الراجل ديالها في الدار ديالها، راه مدفون في الدار ديالها، وحنا على عين بذلك، حق الاخ ديالي اللي في الجزائر عيط لي وقال لي، وحنا دابا ويمكن شي صراع على الارث، يمكن هو اللي حرك هذا الاستفاقه ديال الضمير المتاخره، لان ديك الشيء خصو يتقال في وقته. بالنسبه للطريقه باش بنا شنو السبب؟ لان الابن ديالها حسب ما قالت ما تم المعرفه ديالو انه بدا تصاب واحد الحاله ديال الهيجان، انه اصبح مدمن على الاقراص القرقوبي، وانه اصبح كيعنفها، اصبح كيقوي، اصبح كيهدى بافشاء السر، انه قتلتي با قتلناه منا، لانها خافت وصفات له. هذا هو المعطى اللي يقدر يكون، هي كتنكر، هي اللي حتى الساعه كتنكر باي علاقه لها بالابن ديالها، ابن ديالها مشى للجزائر ولا مشى لاسبانيا واتصل بها وقال لا لا لا، لان دابا الحقائق اللي غتواجه بها في عند قضية التحقيق ولا عند المحكمة حقائق علمية دامغة مادية، ما عندها شي فين تهرب، لا هي ولا أي واحد كان متورط معها في الجريمة. أن ها هي ها هو ها ها الدليل العلمي، ها الناس مدفونين عندك، شكون دفنو؟ يعني غالبا غيكون الاعتراف، غالبا الإنكار لا يفيد. بعض الجرائم كتوقع أنايا ولكن كيمر واحد الوقت كتتسلسل الجريمه وغاتتسلسل، لان ومن محاضر يعني من محاسن السلطه بان كل مره كتنزل شي جديد. لان الجريمه هذه هزت المشاعر ديالنا، خصوصا ان ديك السيده حنا كنعرفوها معرفه شخصيه وقريبه لنا وعشنا وتربينا معها في نفس المدينه، وكنعرفوها السيده مسالمه، السيده عاديه، لان ما كانش كيبان عليها اي حاجه من المظاهر ديال الجريمه ولا اي حاجه من ديال العنف، عاديه، اسره عاديه بحالها بحال الناس كاملين. واذا بينا نستفيق نهار 30 ماي 2023 على وقعات الجريمه البشعه اللي هزتنا وهزت المشاعر ديالنا، باقا دابا هاد الجريمه هادي كتجي لنا في البال ديالنا دابا ساعه وكنهضروا عليها، يعني هنا في المجتمع المارتيني خصوصا، وان البشاعه ديالها لا توصف، ان تم تصفيه الاصول. حنا غير العنف ضد الاصول كيهزنا، شي واحد ضرب با ضرب يما ضرب اختو ضرب، هذه كيبقى فينا الحاله، ما تصفي الجرائم وتدفن داك الشيء في الدار، داك الشيء خطير جدا جدا جدا، اللي ما يمكنش اننا وقفنا مجدوهين امام هذا هول الكارثه ديال هذه الجريمه هذه. ونتمنى ان شاء الله ان القصاص العادل يكون في حق اي واحد تورط في هذه الجريمه، نرتاح حتى حنا نرتاحوا، لان ضروري الانسان خصو ياخذ بالقصاص من هذه الجريمه النكراء اللي وقعت هنا بمدينه مارتين. جات بعض يعني التدوينات ديالك انهم جوج ديالهم كينحضروا من مدينه تازه، على عكس ان البعض كان كيبقى القنيطره وانهم تعرفوا على بعضهم واستقروا في فاس. نعم هما من مواليد تازه وتعرفوا على بعضهم، مشاو سكنوا في فاس وبقوا 10 سنين، قلت لك تما فاس بدون اولاد، لا بدون انجاب،
احتاجه المرتين، وكان الانجاب ديال الولد الاول والبنت الثانيه والثالثه هنا في مدينه مرتين. انهم كانوا ناس معروفين، الخلافات ديالهم كانت بدات تطفو على السطح بحكم انها كانت كتخرج موراه وكتبعو، وان كاين التعنيف كاين الغوت، لان السيد الله يرحمه كان قلت لك بقى مشى الشمال بزاف. الزهواني الزهواني نسوان يعني كتبغيه بزاف في لان يعني العشره ديال العمر وبنات معاه الحياه ديالها، هي داها صغيره بزاف، بنت 15 يمكن، المهم صغيره بزاف، وعاشت مع الفقر، ومن اللي افتح لي الله تشاط فيها كما كيقولوا، داك الشيء اللي حرك فيها الغيره وما بغاتش علاش هو يمشي يسمح فيها ويسمح في ولاده يتبع هذيك الطريقه هذه. هذا هو السبب الرئيسي، هذا هو السبب الرئيسي ديال الجريمه على ما اظن، على ما اظن. بالنسبه للعزيز والابن ديالو دابا عاد الدفن، الحمد لله تم دفن ديالو في مقبره اسلاميه، ويترحموا عليهم الناس ويترحموا عليهم الاهالي والاسر ديالهم، وفي انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات اللي بقى عن السيد قاضي التحقيق، لان التحقيقات بقى ما تسالت، لان سيتقال تحقيق يلا من البحث التمهيدي لاستعداد باش يواجه المتهمين بالدلائل الدامغه العلميه التي لا يشك فيها، اللي غتكون صادمه لا بالنسبه لهم، لان ما عندكش فين في زيد الانكار في غد انكار. سي حسن مثل ما كتشوف شبه عباره عن مسلسل في اجزاء، كل مره كاين واحد الاثاره واحد التشويق، دابا الاثاره والتشويق هو غادي يستناو البحث واش الجثه الابنه ديالو ماتت مسمومه، شنو الطريقه، كيف هي، لان السيده صعيب انك تاخذ منها الاعتراف، وكذلك الجثه هذه اللي بلا راس، يعني شكون هو لمن تعود تلك العظام البشريه، هذاك هو اللغز اللي كاين دابا في هذه الجريمه. وبقى كما قلت النتائج ديال التحليلات ديال الحمض ديال الابنه اللي قالت بانها ماتت موتة عاديه ولا انتحرت، فيما يعتقد انها ماتت مسمومه، وفي انتظار ذلك ما سيكشف عنه باقي الايام، ونشوفوا التحقيقات في غدوصل. هذه بعد اللقطات اللي غدوصلنا ساعه ساعه في هذا الملف هذا، وان شاء الله حنايا متتبعين هذا الملف هذا حتى نهايته لتنوير الراي العام، لان هذا هو الدور ديالنا حنا. نرجعوا شويه للوراء، السي حسن المتابعين ديالنا طلعوا وكيسولوا، اول مره انت هو اول واحد كنت دير في النداء ديال عزوز بانه مختفي، كيفاش جات العله، كيفاش تلقاتك؟ جات عندي تال الدار كتسجل عليا، كنا ديك الساعه حنا من المدونين الاوليين في هذه المدينه اللي عملنا صفحات فيسبوكيه تهتم ب منشورات ديال الراي العام المحلي ديال الاخبار، يمكن 2012 كنظن 2012 اجت لعندي وجابت لي التصويره ديال عزوز في واحد الصبري، ونزلناها قلنا الله الجار ديالنا مسكين اختفى، خالص بان جات واحد الطوموبيل وخرج عندهم بالبيجاما وبانطوفه كما كنقولوا احنا في الشماليه، يعني الصنداله ديال فهمتي، وخرج عنده خلى كلشي الوثائق ديالو كامله وبقات في الدار، حتى التليفون بقى في الدار، مفاتح الطوموبيل كلشي في الدار ديال هوندا ديال الطوموبيل بقى في الدار، ركب معاهم ومشى لي واحد الساعه ما رجعش، ورجعت كنطلع من النداءات مختفون، وكتلقاوها يا كاش علاش عندك راضي هذا، كاين شي خبر، حتى واحد النهار تلقات واحد الاشاعه بان عزوز ظهر في خريبكا، وكنت كتبت انا الحمد لله تم العثور على السي عزوز، وتلاقيت قالت لي لا غير ماشي هو، شي واحد كيشبه له، يعني كان واحد التمويه وكان واحد الاصرار من عندها انها هي اللي كتفكرنا فيه، يعني واحد الدهاء واحد الذكاء خارق، يعني واخا نتوما نساو انا ما ننساش راجلي، انا ما ننساش الشريك العمر ديالي خصني نجوره فتشو معايا عليه، يعني واحد ديك الشيء لا حول ولا قوة الا بالله. يعني لولا يعني هاد الدلائل الدامغه العلميه والتقدم العلمي كانت لا ولا ما كانش الاعتراف، لا ما كانش التبليغ ديال الاخ ديالها الجريمه كانت غتبقى طي النسيان الى الابد. انا صافي توقف البحث، تطمس البحث لفائده العائله، كيبقى شحال غيبقى؟ عام عامين كي صافي. كانت غتبقى الى ابد الابدين، الروح عند الله عزيزه. لولا التبليغ ديال الاخ ديالها اللي هو متواجد حاليا حتى هو معاه في السجن، اتهمته هو اللي ارتكب الجريمه، لا كانت هذه الجريمه طي النسيان، ولا حق ربي سبحانه وتعالى ما عمره كيسمح في الروح ديالو، تم كشف عليها. الدلائل العلميه حتى تم العثور على الجثث والتحليلات في المختبر العلمي،
المعرفة تمتد لمن تعود لمن تعود. هذه الدلائل الدامغة اللي غتوجه بها المشتبه بها والمشتبه به أمام السيد قاضي التحقيق، لأن لولا قصر مدة الحراسة النظرية الأشغال كتقوم بها الفرقة القاضي الشرطة القضائية، لأن القانون يلزم الشرطة خلال 72 ساعة على ما أظن انتهى الحراسة النظرية، يعني في ديك 72 ساعة ما قدروش يجبدوا الاعتراف منا، لأننا حنا الحمد لله أصبحنا في واحد الوقت لأن ما كاينش التعنيف لأجل تجبد الاعترافات في حال واحد الوقت. المجرم كان كيهضر واخا كينزعوا منه الاعترافات بالداق بالتعليق يقولها، دابا لا، حقوق الإنسان المنظمات هذيك يقول لك 72 مدير الاعتراف إنكار الإنكار. نفس الشيء في النيابة العامة دور قاضي التحقيق أنه برافو ليه أن السيد محنك سيد محترف، لأن الخدمة ديالو من سنوات كيراكم واحد الخبرة، ودابا كلشي بالدلائل العلمية وكلشي بالبراهين والدلائل التي لا مجال للشك فيها. إذا المستجدات اللي كاينة دابا كاين روفات الثالث ما عندوش الراس بطبيعة الحال، النيابة العامة كنظن مشات في اتجاه ديال إجراء يعني تحليلات وخبرة باش يعرفوا لمن تعود هذه الجثة. المستجد الآخر هو أخذ خصلات من الشعر ديال البنت ديالها اللي كيشكوا بأنها ماتت مسمومة، وأكيد باقي التفاصيل المسلسل غادي باقي مسلسل باقي غيطول، لأن المدة ديال التحقيق يلا باقا ما كملتش حتى 5 شهور ولا 4 شهور، هي اللي محدده في سنه عن قضيه التحقيق، باقي امام الوقت الطويل لاستكشاف لغز او الغاز هذه الجريمه. وحنا على ثقه كامله بان مؤسسه قضيه التحقيق تقوم بالوصول الى الجنات المتورطين في هذه الجريمه وكشف جميع التفاصيل اللي يمكن غتبهرنا وغتخلينا مجدوهين لهول الفاجعه اللي صاب بها هذه المدينه وكذلك المملكه المغربيه بهذه الجريمه النكراء اللي وقعت في مدينه مارتين. الاضافه هو اننا ان شاء الله على ثقه كامله في القضاء المغربي اللي غينصف ديك الضحايا شحال ما كانوا 3 4 5 يمكن يكونوا اكثر، وعلى ثقة كاملة بأن الله حق وأن روح الله عزيزة وأن الإنسان يمشي في الخير وأن الجريمة لا تفيد، وها النتيجة ديال التهور نتيجة ديال الطغيان ديال الشيطانة أن الإنسان يعيش حياته يقتبل الله. ما تفهمتيش مع رجلك راه القضاء الأسرة راه الطلاق راه هذيك، ما يمشيوش الإنسان فالتوجه ديال الإجرام، لأن الجريمة كتوصل مولاها لواحد المراحل اللي غيندم وغيندم بزاف. شكرا جزيلا سي حسن. إذن متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب، فالقضية اللي هزت الرأي العام أو أخطر جريمة سمينا احنا في قناة شفت بقناة الشعب اللي عرف المغرب لا زالت حبلى بالمفاجآت، ف يعني يوم الأربعاء المنصرم وأمر من النيابة العامة فتم دفن 3 ديال الرفات متابعينا الكرام في المقبرة الإسلامية بمدينة مرتين. الرفات الأول يعود للزوج والرفات الثاني للابن ورفات آخر مجهول، لا زالت التحقيقات متابعينا الكرام كتبشرها النيابة العامة، وهذا الرفات متابعينا الكرام بدون رأس. قول الإشارة كيف قلنا فالنيابة العامة لا زالت تباشر التحريات ديالها والتحقيقات ديالها باش تكشف عن من هو صاحب هذا الرفات الثالث، كما أن المستجد الآخر هو أخذ خصلات من شعر كذلك الابنة ديالها اللي متابعينا الكرام فالنيابة العامة كتشك في أنها ماتت مسمومة. باقي التفاصيل غادي نكتشفها مستقبلا واللي غادي يفرز عليها التحقيق اللي كتبشره النيابة العامة الممثلة في مؤسسة قاضي التحقيق، وعندنا كامل الثقة في أن القضاء متابعينا الكرام غادي يكشف جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الجريمة. شكرا سي حسن مرة أخرى على تلبية الدعوة، وإلى بث آخر متابعينا الكرام دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأضرب لكم موعدا إن شاء الله أننا نبقاو متابعين هذا الملف باش نكشفوا فيه على جميع حيثيات هذه الجريمة اللي وقعت هنا بشمال المملكة بمدينة مرتين الهادئة. إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.